تجاوز هذا النص واستخدم القوات المسلحة في قتل المواطنين وتهديم بيوتهم وهتك أعراضهم. حصل ذلك في صعدة، حصل في طالع، حصل في الحبيلين، حصل في ردفان، حصل في عدن، حصل في أبيان، حصل في كل مناطق الجمهورية اليمنية. يا سيدي، الجي القوة المسلحة الغرض الأساسي دستوريا وقانونيا لإنشائها والهدف منها هو حماية الدولة، حماية الدولة، أرضها وأمنها وشعبها في مواجهة العدوان الخارجي، لا حماية الحاكم في مواجهة مواطنيه. هذه قوة مسلحة بس القوة الخاصة. لا حماية الحاكم في مواجهة مواطنيه. لا حماية الحاكم في مواجهة مواطنيه. بمعنى القوات المسلحة لا تستدعى من قبل رئيس الجمهورية باعتباره قائد على القوات المسلحة إلا في حالة واحدة، وهي حالة رد عدوان خارجي. كان الاعتداء الإريتري على أرخبيل حنيش الذي لم يرد. هكذا دستوري. الذي لم يرد. الذي لم يرد. الذي لم يرد، الذي ترك يا سيدي وشأنه يحتمل ما يريد. فأما في النسبة لاستدعاء القوات المسلحة داخليا فلا يتم إلا تنفيذا لأمر قضائي صادر من نيابة مختصة، من النيابة العامة أو القاضي المختص، بمعنى أن يصدر هناك أمر في ملاحقة وقبض سين من الناس أو جماعة من الناس. هو قال في وعاجز الأمن، وعاجز الأمن القوات الأمن المكلفة بتنفيذ هذا الأمر عن تنفيذه، فيتم الاستعانة بالقوات المسلحة. إذا لا يستطيع هنا رئيس الجمهورية أن يستدعي القوات المسلحة لتنفيذ أمور داخلية إلا بناء على أمر. إذا الكل بحث في مخالفة دستورية تماما، إلا بناء على أمر قضائي. هو الآن استغل إيش؟ استغل الجيش لقتل المواطنين. وقال يا سيدي في مقابلة مع أحمد منصور، تبث سهيل مقاطع منها، بأن ليس هناك مهام حقيقية للجيش، بأن هذا الجيش هو مستخدم للاستعراض، استهتار بالجيش للاستعراض ولقمع أي حركة احتجاجية في الداخل. ذلك ما قالوا بعظم لسانه مخالفا للدستور. نعم يا سيدي، نعم. تقول نتبجح يا سيدي طيب استغربين يعني بعد ذلك.